مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نوافيكم بالحصيلة الرسمية والنهائية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم الأربعاء 3 شهر أوت 2022، وهذا حسب ما أفاد به آخر تقرير لوزارة الصحة الجزائرية. فقد تم تسجيل 120 إصابة جديدة، وهذا ارتفاع كبير للإصابات بالنسبة للأمس، وكذلك تسجيل 89 حالة تماثلت للشفاء والحمد لله، إضافة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، مع تواجد 5 حالات في العناية المركزة، نسأل الله الشفاء لهم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.